انهيت النهايات يعني. النهايات نعم، واحنا يعني اي شيء بيحتاجه الواحد ممكن بنعيد عليه يعني فيما بعد، او بنشوف واحنا بنشتغل، لان اليوم احنا خطتنا اليوم ان شاء الله اللي هي ندرس الاتصال ونغطي المفهوم كامل، وبعدين نحل تمارين المراجعة والاختبار الذاتي. واحنا بنحل في تمارين المراجعة والاختبار الذاتي بنعمل مراجعة كمان عن النهايات بالمرة، واحنا بنشتغل عليها. واحنا بنشتغل اذا في سؤال يعني نجاوب عليه بنشوف كيف. شوف اول شيء نبدا بمفهوم الاتصال. مفهوم الاتصال لما نتكلم عن الاتصال، شايف الخط وشايف اللوحة كل شيء واضح عندك؟ طيب شوف انت مفهوم الاتصال بسيط جدا. انت لو كان عندك مثلا محاور احداثيه، هاي محور اللي هو الصادي وهاي المحور السيني، كويس، وجيت انا رسمت منحنى اقتران، نفترض رسمت منحنى اقتران بهذا الشكل، هذا مر عليك الاقتران قبل هيك، سامح خليني بس اضبط الرسمه. تعرف هذا ايش اسمه الاقتران اللي قاعد برسم فيه انا؟ لا هيك اقتران ما مرش علينا. لا مر عليك، هذا اقتران مشعب مشهور جدا اللي هو قاف سين بيساوي مطلق سين، هذا من الاقترانات المشهوره جدا. السؤال هل هذا الاقتران متصل ولا غير متصل؟ طب ايش يعني متصل؟ سما نحكي بالبلدي زي ما بقولوا، ايش يعني اقتران متصل؟ طلع كيف يعني متصل، يعني بمسك ايدي بالقلم بمر عليه، شايف القلم كيف برسم بالاحمر قاعد برسم انا، نعم بقدر ارسمه وامر على المنحنى بدون ما ارفع ايدي، صح ولا لا؟ نعم بشكل متصل يعني. هذا اسمه متصل. طيب كيف يعني مش متصل؟ طيب يعني ايش شكله اللي بده يكون مش متصل؟ كيف بده يكون شكله الاقتران غير المتصل؟ معناته بده يكون ما في يعني نقطه مشتركه، لا مش هيك، بده يكون في جاب فراغ يعني. لو فراغ جينا يعني لو جينا مثلا بتضطر ترفع ايدك يعني. ايوه بتضطر ترفع ايدك. طب كيف بدنا نعبر عنها بالرسم؟ شوف هسه بدي ارسم مثال على اقتران غير متصل، كويس. انا طبعا دائما برسم المحاور الاحداثيه بس لغايات ايش؟ اني اجهز المنظر. اللي بالاحمر هو الاقتران، اللي برسمه بالاحمر هو الاقتران. افرض جيت رسمت اقتران زي هيك بغض النظر عن قاعدته شو هي قاعدته، كويس، وجيت مشيت هيك بعدين عملت دويره بعدين عملت هيك وجيت قبال هاي النقطه مثلا كان مكتوب 2، هذا الخط العمودي اللي رسمته بالاخير هذا ملوش لازمه صراحه، هذا بس عشان اقول لك يعني انه هاي قبال 2 يعني هذا مش موجود، هذا مش من ضمن الرسمه، الرسمه هياتها بس. جيت عند قبال 2 ورحت عملت دويره مفتوحه زي هيك، شو بفهم من هاي الحاله؟ بفهم انه هذا الاقتران غير متصل عند الاثنين. ليش غير متصل؟ هي طلع بمشي انا متصل بظني ماشي لحد ما اجي عند 2. الدائره في الرياضيات لما نعمل دائره زي هيك مش معناته زي الدواره راح الف عليها، لا، هاي معناته في هنا ايش؟ كسر، في شيء مكسور هنا، فبعبر عنها بالرياضيات بدائره مفتوحه. فاي اقتران بتلاقي عنده دائره مفتوحه شو بحكي عنه؟ بحكي عنه اقتران غير متصل. فطبعا هو متصل، لاحظ متصل في كل مكان ما عدا عند 2 بنقول عنه غير متصل. طيب نشوف مثال ثاني. نفترض جيت رسمت اقتران بهذا الشكل، رسمت اقتران بهذا الشكل، هاي اول دائما برسم انا المحاور الاحداثيه وبعدين جيت رسمت الاقتران بهذه الصوره، رسمته هون عند النقطة هاي، جيت حطيت نقطة مغلقة وبعدين جيت عملت هيك وجيت هون عملت دويرة مفتوحة ورسمت هيك، وهاي النقطة يعني كلها كانت قبال 2 يعني عند النقطة 2، وجيت أعطيتك يا سيدي قبال هذه، قبال هاي النقطة معطيك 3 وقبال هاي النقطة معطيك سالب 1 مثلا بغض النظر،
خلينا نجاوب على عدة أسئلة هون. طبعا واضح انه هذا الاقتران اللي مرسوم بالاسود مش متصل. ما فيش داعي نحكي ليش مش متصل، لانه مبين فيه مكسور، يعني بتقدرش تمشي ايدك عليه بدون ما تشيل ايدك عن الورقة. طيب هسه احنا بدنا نحكي كلام رياضي اكثر من هيك. ايش يعني متصل وايش يعني غير متصل؟ اول شيء من الشكل، طبعا واضح انه المنظر غير متصل، بس بدنا نحكي بلغة علمية السيات حتى تبحث الاتصال. طلع هذا الدرس تاعنا، هاي الفكرة الرئيسية تبعتنا. لما بتبحث اتصال لاقتران بدك تعمل ثلاث خطوات. الخطوة الأولى بدك تطلع صورة العنصر. أنا بدي أبحث الاتصال عند اثنين، بدي أطلع صورة الاثنين. لو عندي قاعدة الاقتران مثلا مكتوبة سين تربيع زائد خمسة ولا إيش مثل هيك بعوض. لكن لو عندي الاقتران مرسوم رسم بروح بدور وين، بنزل عمود، بنزل عمود مقابل النقطة اللي ايش اللي انا بدي ابحث الاتصال عندها. انا بدي ابحث عند الاثنين، بروح منزل عمود اقبال الاثنين. العمود هذا اذا صدم بنقطة مغلقة، اذا صدم بنقطة مغلقة في هاي الحالة شو بقول؟ بقول انه قيمة الاقتران موجودة وتساوي ما يقابل النقطة المغلقة. يعني هون أنا صورة الاثنين ثلاث. مرة ثانية كيف سويتها هاي؟ طلع الاثنين لو أخذت عمود عليها بهذا الشكل راح تلاقي إنه اثنين بتصدم عند الثلاث، عند نقطة مغلقة عند الثلاث، وبتيجي عند نقطة مفتوحة عند السالب واحد. صورة الاثنين أني منهم؟ الثلاث ولا السالب واحد؟ الجواب ثلاث. ليش؟ لأنه عند الثلاث في نقطة مغلقة. إذن صورة الاثنين هي ثلاث. هاي أول خطوة لازم تتحقق. طب افرض جيت أدور على صورة اثنين ما لقيتهاش، خلاص بقول الاقتران غير متصل عند اثنين. السبب أنه صورة العنصر غير موجودة. الخطوة الثانية هي مسألة نهايات، هاي مراجعة على النهايات مرة ثانية. بجيب النهاية لما سين تقول اثنين من جهة اليمين، زي ما درسنا سابقا، زي ما اخذنا في المادي سابقا، من اليمين يعني بدك تيجي من هاي الجهه وتنزل عمدان زي هيك، وتشوف وين راح تصدم. راح تصدم عند الثلاث من اليمين. اعطيني النهايه من اليسار. النهايه لما سين تقول اثنين من اليسار لقاف السين، الجواب راح يطلع سالب واحد، لانه من اليسار راح اجي من هذه الجهه وانزل لتحت، في هذه الحالة راح يطلع الجواب عند سالب واحد. نهاية اليمين تساوي نهاية اليسار؟ الجواب لا. إذن النتيجة اللي بنطلعها إنه النهاية لما سين تقول اثنين لقاف السين إيش مالها؟ غير موجودة. مدامها غير موجودة إذن الشرط الثاني انتفى. ما دام انتفى الشرط على طول بقول الاقتران غير متصل. اذا بقول لك النتيجه تبعته الاقتران غير متصل، لازم نتحدد عند س يساوي 2. السبب لان النهايه غير موجوده. هاي هي الفكرة اللي احنا بنشتغل عليها. اذا هون اخذنا مثال انه النهاية غير موجودة. خلينا نشوف واحد ثاني، مثال ثاني. نفترض اعطيتك اقتران بالشكل هذا. نرسم بسرعة. واعطيتك دويرة هون. قلت لك هيك. واعطيتك دويرة هون. قلت لك هيك. حطيت لك يعني هذول مثلا قبال الأربعة. فرضا هاي العدد أربعة، يعني أنا بدي أبحث الاتصال عند الأربعة. نفترض هاي واحد وهاي ثلاث. لو بدي أجي أبحث الاتصال حكيت الخطوة الأولى دائما جيب صورة العنصر، يعني جيب قاف الأربعة. كلمة قاف الأربعة أو صورة العنصر معناته بتنزل عمود على الأربعة هيك، عمود كامل زي هيك، وبتشوف هل راح يصدم في دائرة مغلقة ولا ما راح يصدم في دائرة مغلقة. ايش رايك هون في هذه؟ في دائرة مغلقة؟
نزلت انت عمود من فوق لتحت؟ لتحت على قبال الأربعة، لأن أنا بدور عند قاف الأربعة قاعد. في نقطة مغلقة هون؟ لا ما في. ما في. يعني إذا بقول غير معرف. إذا في هالحالة شو بقول؟ غير معرف. قاف الأربعة غير معرف. إذا طلع قاف الأربعة غير معرف على طول بقول اقتران غير متصل عند الأربعة. غير متصل. غير متصل. ليش؟ لأنه صورة الأربعة مش موجودة. طب في حالة، طب كيف بدها تكون موجودة؟ كيف يعني بيكون الشكل حتى تكون موجودة؟ طلع كيف بيكون الشكل حتى تكون موجودة؟ الشكل بيكون حتى تكون موجودة مثلا آجي لك هون تحت وحط لك نقطة مسكرة، هيا طلع كيف؟ على العمود تاع الأربعة، هاي مثلا خلينا نقول سالب ثلاث. إذا صورة الأربعة سالب ثلاث. صورة الأربعة سالب ثلاث إذا موجودة. إذا الشرط الأول الآن تحقق. الآن ننتقل على الشرط الثاني. ننتقل على الشرط الثاني. هل النهاية موجودة ولا لا؟ لأنه الاقتران مكسر مشعب، إذا لازم أبحث نهاية اليمين ونهاية اليسار. خلينا ندور نهاية اليمين. تعرفها الفادي كيف تسويها في نهاية اليمين؟ أربعة من اليمين. والله لسه ما درست. شوف. مطلع كيف؟ أربعة من اليمين يعني. أنا بدي أرجع للدرس السابق. طيب أربعة من اليمين. بدك تيجي على اليمين زي هيك. يمين الأربعة يعني على اللي أكبر من أربعة، دائما اليمين يعني الأكبر، وبتنزل عمدان زي هيك أعمدة وهمية، هذول ترى أنا بعملهم مؤقتا بس إلك عشان تتخيل. هسا وأنا قاعد بقرب على اليمين هيك، باجي على اليمين من الأكبر وجاي على الأربعة، العمدان هذول وين رايحات؟ رايحات على الدويرة، هذه الدويرة هي قبال إيش؟ قبال الثلاث. إذا نهاية اليمين هي ثلاث. يلا نجيب نهاية اليسار. النهاية لما سين تؤول الأربعة من اليسار بنعمل نفس الطريقة بس بنيجي من الشمال. هاي الشمال بصعد لفوق، هاي بتصدم في الاقتران، بس تصدم في الاقتران بوقف، بظني أقرب لحد ما أصل عند الأربعة. وين رايح الجواب؟ رايح عند الواحد. إذا نهاية اليسار طلعت واحد. هل النهايتين متساويتين؟ هل نهاية اليمين تساوي نهاية اليسار؟ لا. الجواب لا. إذن النهاية غير موجودة. إذا النهاية غير موجودة شو بقول عن الاقتران؟ إنه غير متصل على طول. القرار الاقتران غير متصل عند الأربعة، هاي الفكرة اللي احنا نمشي عليها. إذن لازم نكتب بالأخير إذن قاف السين غير متصل عند سين يساوي أربعة، لأن النهاية غير موجودة. انتهى الكلام على هذا النقطة. مثال ثاني، شوف نفترض عندي اقتران مرسوم شكله زي هيك، ومحطوط هون نقطة مغلقة فوق. ترى بدك تنتبه، يعني لما يعطوك شغلة مثل هيك بدك عينك تكون حساسة على الرقم وعلى الأشياء. شوف هذا الخط العمودي، أنا لما برسم خط عمودي زي هيك هذا مش من رسمة الاقتران، هذا أنا برسمه بس إلي علشان يعني أقول إنه هاي قبال أي نقطة، بس قبال أي نقطة. نفترض إنه هاي قبال مثلا خمسة، نفترض هيك. الدويرة المفتوحة هاي قبال أربعة، والدويرة المغلقة هاي قبال سبعة مثلا. هاي أرقام افتراضية من عندي أنا، بحطيك أرقام. يلا خلينا نبدأ نجاوب. أول خطوة، قديش قاف الخمسة؟ صورة الخمسة. يلا فادي اعمل عمود. وين في نقطة مغلقة؟ قبال إيش النقطة المغلقة؟ قبال سبعة. إذا الجواب سبعة. خلصنا أول خطوة. الخطوة الثانية بدنا نجيب النهاية. النهاية لما سين تؤول للخمسة، بدناش نطول فيها هاي، تعرف ليش؟ لأنها سهلة جدا. طلع كيف؟ لو أخذنا من يمين الخمسة وسقطنا عمدان زي هيك بتلاقينا قاعدين بنقرب على مين؟ على الدويرة. إذا شو الجواب بيطلع؟
من اليمين اللي قبال الدويره، ايش اللي قبال الدويره؟ أربعة. طيب لو اخذنا من خمسة من اليسار وسوينا عمدان بهذه الطريقه وصلنا نقرب على الخمسة، بنلاقي حالنا برضو جايين عند الدويره، اذا قديش بده يطلع الجواب كمان؟ كمان بده يطلع أربعة، اذا نهايه اليمين ونهايه اليسار في هذه الحاله تساوي أربعة. اذا نقول النهايه موجوده وتساوي أربعة. شوف هسه الشرط الاول تحقق، قيمه الاقتران موجوده. الشرط الثاني تحقق، النهايه موجوده. في شرط ثالث مهم، انه لازم يكون قيمه الاقتران تساوي قيمه النهايه. يعني انت بتسال حالك سؤال، هل قيمه الاقتران عند الخمسه تساوي قيمه النهايه عند الخمسه؟ اذا الجواب نعم نقول الاقتران متصل، واذا الجواب لا نقول غير متصل. هم طبعا طلعت هون مش متساويين. شوف الخطوه رقم 1 طلعت لي 7، خطوه رقم 2 طلعت لي 4، الجوابين مش زي بعض. اذا قيمه الاقتران لا تساوي قيمه النهايه، اذا بقول الاقتران غير متصل. هاي هي الخطوه الاولى او هاي الفكره الاولى اللي احنا بنتعلمها عن اللي هي انه مفهوم الاتصال. مفهوم الاتصال اللي هو انه احنا نحسب الاتصال من خلال ايش؟ من خلال الرسم، تكون الشكل مرسوم ويجي يسألك عن الاتصال عند نقطة. النوع الثاني من الأسئلة اني انا اعطيك قاعدة الاقتران، اجهز لك قاعدة الاقتران. يعني مثلا اعطاك اذا كان لام سين فرضا يساوي، واعطاك اقتران مشعب زي هيك كويس، اعطاك هون سين زائد 5، واعطاك اياه لما سين اقل من سالب 1. انا بكتب بالسؤال هسه، واعطاك 9 ناقص 2 سين لما سين محصورة بين سالب 1 وسالب 3. فاهمين هذول كيف يعني ايش معناهين هذول اللي بكتبهم؟ يعني هو بعطيك قاعدة الاقتران على شكل شعب، كل قسم بنعوض فيه حسب الارقام اللي موجودة منه وحسب المجال المعرف فيه. كيف يعني هذا الحكي؟ يعني انا بستخدم سين زائد 5 اول قاعدة اذا كان العدد اللي بدي اعوض فيه، اذا كانت سين يعني العدد اللي بدي اعوض فيه اقل من سالب 1، اضرب من سالب 1 بعوض في الاولانية، واذا بين سالب 1 وسالب 3 بعوض بالوسطانية، واذا اكبر من 3 وين بعوض؟ سالب سين تربيع ناقص عفوا، هي هاي مش سالب 3، هاي 3، انا كتبتها غلط، هاي 3 هيك لازم صح. هسا تشوف يا فادي، هاي سالب واحد موجودة في قاعدتين صح، موجودة في السطر الأول والسطر الثاني، شو بنسميها؟ بنسميها نقطة تشعيب. والثلاثة شو بنسميها؟ بنسميها كمان نقطة تشعيب. يعني العدد اللي بيكون موجود في قاعدتين بنسميه نقطة تشعيب. خلينا نبحث الاتصال. السؤال هيك، ابحث الاتصال عند سين يساوي سالب 1. الخطوة الأولى نفس اللي حكيناه قبل شوي، يلا نقلني شو أكتب؟ قاف سين يساوي سالب 1، قاف سالب 1 وين أعوض؟ في القاعدة الأولى والقاعدة الثانية؟ قاف سالب 1. طب هي قاف سالب 1 هو لا بالأولى طبعا، لا بالثانية طبعا لأنه فيها يساوي. القاف دائما بنعوض عند اليساوي، اللي فيها يساوي هي اللي بنعوض فيها قاف. السالب واحد في عندها يساوي وين؟ في القاعدة الثانية، هي فيها يساوي. سين أكبر من أو يساوي سالب واحد، يعني يساوي وين موجودة؟ في القاعدة الثانية، إذا بعوض بالقاعدة الثانية. يلا عوض، نحسبها شفوي هاي بسرعة ولا بدي أحس بها؟ لا لا شفوي سهلة. يلا بصير 9 ناقص 2 ضرب سالب 1، لأنه سالب 2 سين يعني سالب 2 ضرب سالب 1، بيطلع الجواب 12. هاي أول خطوة خلصت. الخطوة الثانية بنجيب النهاية من اليمين والنهاية من اليسار. النهاية لما سين تؤول لسالب 1 من اليمين، كلمة من اليمين يعني الأكبر من، يعني سين أكبر من سالب 1، هاي سين أكبر من سالب 1، معناته القاعدة هاي اللي هي 9
ناقص 2 س، هسه قبل شوي عوضناها تعويض مباشر بيطلع الجواب 12. الان بنجيب النهايه من وين؟ من اليسار. سالب واحد من اليسار يعني عند الاصغر من، يعني بدي اعوض بسين زائد 5 هالمره. سالب واحد زائد 5 بيطلع الجواب 4. طلع لي على خطوه رقم 2 من هذول الخطوتين مع بعض، هل النهايه موجوده؟ اذا النهايه ايش؟ اذا النهايه لما س تقول لسالب واحد لقاف س شو بنكتب عليها؟ غير موجوده. اذا شو القرار؟ الاقتران غير متصل، غير متصل عند س يساوي سالب واحد. بس بقدرش احكي اكثر من هيك. طب خلينا نعيد السؤال، بس بدال عند سالب واحد نعيد وين نكتب؟ عند ثلاث. طب ايش معنى هذول الرقمين يعني، او شو معنى هذول العددين انا اللي بدي اشتغل عليهم؟ لان هذول صراحه نقط التشعيب. دائما احنا بنخاف الاقترانات المشعبه من مين؟ بنخاف من اللي هو نقاط التشعيب، بنخاف من عندهم انه يطلع الاقتران غير متصل. هات تاني نشتغل هسه من اول، كاننا بنشتغل من اول. يلا اشرح لي. انت بتسجل الفيديوهات؟ بسجل طبعا وراح تنزلهم يعني باذن الله. لانه انا بنشغل بالكتابه ومعناته انتبه للشرح والكتابه. انتبه ولا تكتب شيء. انا بقول لك وانت تكتب. لما اقول لك حل، لما انا اطلب منك تحل، انت هسه قاعد بشرح شيء جديد. خليها لما نيجي على التمارين بخليك تحل وبتبع معك. يلا. او ممكن انزل كتابه كامله لما تنزلهم الفيديوهات يعني. بصير. بنقولهم لك اللي بريحك، هذا ما في مشكله، بس انت خليك مصحصح معي على اساس انه انا اعرف انه انت فهمت اللي بحكيه ولا ما فهمتوش. على اساس اذا ما فهمتوش نعيد الجزء اللي انت مش فاهمه. انا ايش الفائده من الحصه؟ انك انت تتبع معي اول باول. يلا شوف نفس الخطوات ما غيرنا اي شيء. يلا قاف الثلاث وانا اعوض. قاف الثلاث سين، قاف الثلاث ثواني، انت حكيت لي هي اللي عندها يساوي ثلاث. انا اللي عندها يساوي معناته 9 ناقص 2 سين. يلا هات انا اعوض. 9 ناقص 2 في 3. يلا 2 في 3 قديش؟ اول الضرب 6. 9 ناقص 6 ثلاث. هاي الجواب اول واحدة خلصت. يلا نهاية من اليمين، ثلاث من اليمين، وين اعوض؟ بسين تربيع ناقص ستة يعني ولا تسعة ناقص اثنين سين؟ من اليمين يعني اكبر من ثلاث. اكبر، ممتاز. اذا وين اعوض؟ اذا سين تربيع ناقص ستة. برافو. يلا عوض تنشوف. ثلاثة تربيع ناقص ستة ثلاث. ممتاز، حطها على جنب، اتركها لا تجاوبش ولا شيء يا سعيات. يلا بدنا من اليسار نعوض ب 9 ناقص 2 س. قديش بيطلع معك الجواب؟ تونا حسبناها بيطلع 3. النهايه موجوده ولا مش موجوده هيك؟ موجوده. نعم. ها بطلنا حذفنا كلمه غير موجوده. ومش عند سالب واحد، احنا قاعدين بندور عند وين؟ ندور عند الثلاث. اذا هنا النهايه لما س تقول للثلاث لقاف الس موجوده وتساوي ثلاث. مظبوط، لانه نهايه اليمين ثلاث ونهايه الشمال ثلاث، اذا النهايه تساوي ثلاث. هسه السؤال الاخير لسه ما خلصناش. شو السؤال المهم السعيات؟ اطلع على الخطوه رقم واحد لما جبنا قاف العنصر. الخطوه رقم واحد لما جبنا قاف العنصر، والخطوه رقم اثنين لما جبنا النهايه. طلع لي على الاجابات النهائيه اللي وصلنا لهم. هاي الاجابه وهاي الاجابه زي بعض؟ متساويات. نعم متساويات. الخطوة رقم ثلاث قاف الثلاث تساوي النهاية لما س تقول للثلاث لقاف السين. إذا الاقتران متصل عند س يساوي ثلاث. شوف نفس الاقتران عند السالب واحد طلع غير متصل، لكن عند الثلاث شو طلع؟ طلع متصل. ناخذ قاعده دكتور عند لو كانت سالب واحد من اليمين لليسار. اسال اسال. لو كانت طبعا النهايه من اليمين لا تساوي النهايه من اليسار، اذا النهايه غير موجوده. اذا وبنتوقف هنا، بنقول لا بدنا نكمل، بنقول لان النهايه غير موجوده اذا الاقتران غير متصل.
غير متصل مباشر، ما في داعي للخطوة الثالثة لأن خلص بس ما في لا داعي بالضبط. طب إذا جيت عند القاف العنصر وما لقيتوش، خلص بقول غير متصل. طلع هذا السؤال، أعطيتك هذا الاقتران، قلت لك ابحث الاتصال عند سين يساوي واحد. الحل سهل جدا، أول خطوة نجيب قاف الواحد. يلا احسب لي قاف الواحد شفوي، ده الشطارة هاي. واحد تربيع ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة، أي واحد ناقص ثلاثة سالب اثنين، سالب اثنين ناقص واحد سالب ثلاث. احسب لي النهاية، في داعي هون نعمل يمين وشمال؟ الجواب لا، أنه كثير حدود، كثير الحدود بس مجرد تعويض مباشر، الجواب راح يطلع سالب ثلاث. شوف قيمة الاقتران هي نفس قيمة النهاية، إذا خطوة رقم ثلاث راح نكتبك إنه قاف الواحد يساوي النهاية لما سين تقول للواحد لقاف السين. في هذه الحالة بقول إذا الاقتران متصل عند سين يساوي واحد. قاعدة كثيرات الحدود كلها متصلة، كلها متصلة حتى نظرية، يعني هاي موجودة عندك نتيجة صفحة 48. إذا كان قاف سين كثير حدود فإنه يكون متصلا لجميع الأعداد الحقيقية، فهو متصل. واحد بشيك حله إنه الحل معناته لازم يكون متصل يعني. بهاي بالضبط يعني كثير الحدود لازم يكون متصل. طب شوف المثال هذا، أعطيتك قاف سين. شوف يعني أغلب أسئلة الاتصال تجي عن نوعين، هو احنا كي ثلاث انواع، النوع الاول يجيب لك رسمي ويسالك عن الاتصال، النوع الثاني يجيب لك اقتران مشعب، واللي احنا قاعدين نحل فيه هالسعيات هذول امثله اقترانات مشعبه. طلع هاي لما سين لا تساوي ثلاث، وهون لما سين تساوي ثلاث نعطيك اياها تساوي خمسه. هل الاقتران هذا متصل عند سين يساوي ثلاث؟ يلا نحكي الخطوات. هذا رقم ما يكون. يلا قاف الثلاث. من وين نجيب الجواب؟ من عند اليساوي. من عند اليساوي. خمسة. شو؟ خمسة. خلص خلصت المسألة. الخطوة الثانية. جيب لي النهاية. النهاية دائما بنجيبها من عند اللا يساوي أو بنجيبها من الأكبر والأصغر. وكلمة أكبر وأصغر شو معناها؟ معناتها لا يساوي. إذا سين تربيع ناقص تسعة على سين ناقص ثلاث. ها بدأ مراجعة على كيف نبحث النهايات، كيف بنحسب النهاية هاي. الخطوة الأولى هيك مراجعة سريعة بس، بنعوض ثلاث مكان سين، تعويض مباشر الأول، بيطلع تسعة ناقص تسعة على ثلاث ناقص ثلاث، بيطلع صفر على صفر. إذا بيطلع معانا الجواب في النهايات صفر على صفر، بنضطر نعمل عملية التحليل هون، لأنه هذا كثيرات حدود وبتتحلل، فمنحلل البسط على أنه فرق بين مربعين والمقام بيصير على سين ناقص ثلاثة. هذول بدك تراجعهن عدد، هذول مشروحات في الفيديوهات السابقة. اختصر السين ناقص ثلاث مع السين ناقص ثلاث بيطلع معانا الجواب ستة. شوف قيمة الاقتران موجودة ولا مش موجودة؟ خطوة رقم واحد موجود لكن غير متساوية، جوابها قديش؟ خمسة. وخطوة رقم اثنين قديش طالع جوابها؟ طالع جوابها ستة. القيمتين مش زي بعض، إذا لازم أكتب خطوة رقم ثلاث. شو خطوة رقم ثلاث؟ قاف الثلاث لا تساوي النهاية لما سين تقول لا الثلاث لقاف السين، إذا غير متصل. طلع هذا ترى الكتاب يا فادي بكتب لك إياه هيك، لانه في امتحان توجيهي بيصلحوا عليها، بيحصلوا على الطريقه هاي. يعني لا تختصر خطوات. انا مش بكتبها للشرح، بحاسبك على الخطوات. بحاسبك على الخطوات، يعني بيجي بيدور انت حاسب القيمه، حاسب النهايه، قرارك كتبته. اذا حسبت القيمه وحسبت النهايه وكتبتش القرار كانك نقص شيء من الحل. طيب دكتور السؤال عندك فكره عن التصليح كيف؟ يعني مثلا لو مشيت خطوات لكن الجواب مثلا خطا، الجواب النهائي خطا، تحسبوا لي السؤال كله غلط ولا بعطوني على لا بعطوك على الخطوات. انا ليش قاعد بكتب لك هيك؟ انا ليش قاعد بكتب لك بهاي الطريقه؟ بقول لك عشان انت تكتب في الامتحان بهذه الطريقه كويس،
حتى يطلع معاك يعني إجابة تأخذ عليها علامة كاملة. طب هاي سؤال ثاني بيشبه هذاك السؤال اللي قبل شوي حليناه، بس الطلب مختلف. جد قيمة ألف، طلع السؤال شو بدك. جد قيمة ألف ليصبح الاقتران متصلا عند سين يساوي 2. الحل سيات ألف مجهول، عدد ثابت مجهول، أنا ما أعرف كم قيمته. كم لازم يطلع ألف حتى يطلع هذا الاقتران متصل؟ خلينا نفسر. إحنا إيش بنسوي بالاتصال عادة؟ بنطلع قاف لاثنين. شو يعني قاف لاثنين؟ يعني بنروح على وين يعني عند سين يساوي 2. آه بنعوض مكان سين 2. طب في سين هون؟ إذا هيك في سين هون؟ ما فيش. إذا الجواب بيطلع 5000 زائد 1. مو هاي 5000 زائد 1 هي ثابت يعني. هي ثابت. لو في مثلا 5000 سين كان عوضنا مكان سين 2. معي أنت فاهم شو بحكي؟ نعم. يعني لو كان في هون في طبعا ما في سين هيك لكان شلت السين وحطيت، بس هون ما فيش شيء اعوض، حطينا 2 بدالها بالضبط. يعني انه صورة الاثنين هي 5000 زائد 1. هاي الخطوة الأولى خلصنا منها. الخطوة الثانية بدنا نعمل حساب نهايات. يلا النهاية لما سين تقول لاثنين لسين تربيع ناقص 4 على سين ناقص 2. وهي لأنها فكرتها بسيطة جدا، هي عبارة عن تحليل بحلل البسط على انه فرق بين مربعين هي سين ناقص 2 في سين زائد 2. انا هون بشتغل بسرعة لانه هذا كلام معاد اخذناه شطبناه بيطلع الجواب 4. ممتاز. هسا احنا قبل شوي في السؤال الماضي قلنا هل خطوة رقم 1 ساوت خطوة رقم 2؟ هل الجواب اللي طلع او العدد اللي طلع في خطوة رقم 1 يساوي العدد اللي طلع في خطوة رقم 2؟ وقررنا بناء عليه قلنا اذا نعم بقول متصل، اذا لا بقول غير متصل. بس هو انا شو بقول لي؟ هو بقول لي جد الف لتجعل الاقتران متصل، كم لازم احط مكان الف عشان يصير متصل؟ ببساطه بتاخذ 5000 زائد 1 اللي هي طلعت معي في الخطوه الاولى، وبتخليها تساوي العدد اللي طلع معي وين في الخطوه الثانيه 4. طلعت معي معادله. فهمت الفكره كيف؟ هو بده يعني احط عدد يعني مكان الف قديش حتى يصير متصل. انا مش عارف قديش احط مكان الف عشان يصير متصل. في هاي الحاله شو بعمل؟ بخلي خطوه رقم 1 نسويهم مع بعض بسوي وبحل المعادله. يلا هون ناقص 1 وهون ناقص 1، اذا بصير 5000 تساوي 3 ومنها الف على 3 على تساوي على 5 على 5. احنا بدنا الف موضوع القانون، بدنا الف لحالها. اذا الف تساوي 3 على 5. شايف هاي في الامتحان هيك خطواتك، بدك تجيب قاف الالف قاف الاثنين عفوا، وبدك تجيب نعم. النهايه وبدك تساويهم في بعض وتحل المعادله. يعني لو جينا وزعنا علامه هاي بتاخذ علامه وهاي بتاخذ علامه او علامتين ممكن اللي هي حساب النهايه، وهاي بتاخذ علامه والجواب النهائي علامه. هيك بتوزعين علاماتها. ممكن لو واحد خربط بالقيمه ماشي، نفترض انك انت خربطت في هاي 4 طلعتها غلط، حطيتها 6 مثلا حطيتها 3. ممتاز. ركز معي، بتشطب من هون علامه هي عليها علامتين، بروحوا لك علامه منها بيشطبوا لك علامه منها. الان انت ايش راح تكتب هون؟ ايش راح تكتب هون؟ راح تكتب الجواب اللي طلع هون مثلا طلعته 6، لازم تكتب هون 6. لا معلش، بتروح منك العلامه اللي هون لكن بتاخذ هاي وبتاخذ هاي. اها بمشوا معاك على الغلط. فهمت علي كيف القاعده في التصحيح؟ بقول لك الخطا لا يورث. سمعت هاي القاعده شو بتحكي؟ الخطا طيب لمصلحه الطالب يعني. لا يورث. لا مش لمصلحه الطالب، يا لا يورث بمعنى، بس اوعك تعمل لي خبصتين. يعني كيف يعني؟ يعني تروح تطلع هناك 6 بعدين لما تيجي تكتب في الخطوه اللي وراها تروح كاتب لي الجواب الصحيح 4. اه لا هيك بحاسبك مرتين، هيك بحاسبك مرتين، بدك تدير بالك.
طب النوع الثاني من الاسئله هي ما نقاط عدم الاتصال، بالعكس هسه بنسالك. انا بعطيك اقتران زي هذا مثلا، قاف س يساوي س ناقص 9 على س تربيع ناقص 3 س. هسه مش بدي اسالك بحث اتصاله عند نقطه، بدي اسالك هو مش متصل وين، اللي هو بيصير السؤال ما نقط عدم الاتصال. هذا فكرته بسيطة جدا جدا. شو نوع الاقتران اللي احنا نشتغل عليه؟ هذا الاقتران اللي انا كاتبه، هذا اقتران بنسميه اقتران نسبي. كيف يعني نسبي؟ يعني له بسط وله مقام. القاعدة اللي بنحكي فيها هون الاقترانات النسبية متصلة دوما ما عدا عند القيم التي تجعل المقام يساوي صفر. مرة ثانية، إذا متى الاقتران النسبي غير متصل؟ عند القيم التي تجعل المقام يساوي صفر. إذا روح طلع القيم اللي بتخلي المقام يصير صفر، هي نقاط عدم الاتصال أو بسموها نقاط الانفصال يعني بطريقة ثانية. فإحنا هنا بهذه الحالة بنأخذ بس المقام، ما لنا شغل في البسط، بنأخذ المقام اللي نخليه صفر يعني، بنحلها معادلة بالضبط، بنخليه يساوي صفر وبنحلها يساوي. يلا خذ سين عامل مشترك بصير سين ناقص 3 يساوي صفر، إما سين تساوي صفر أو سين تساوي 3. بس هو بيسألك بيقول لك ما نقط إذن صفر. لحظة، لا ثنتين بدنا نأخذهم لما يقول لك بس اللي بس عدم الاتصال صفر لازم يكون. الصفر نقطة عدم اتصال والثلاث نقطة عدم اتصال، لأنك لو عوضت صفر في المقام بخلي المقام يصير صفر جوابه، حط صفر في المقام وشوف بيطلع صفر. طبعا لو حطيت ثلاثة تربيع ناقص ثلاثة بصفر صفر بيطلع صفر. احنا هذول القيمتين هذول القيمتين مرفوضات يكونن من نقاط الاتصال ما عدا ذلك. لأنه هيك بيطلع صفر، ما عدا ذلك متصل بالضبط. طب هسه نسألك أسئلة، أنت هسه بدك تجاوبني. لو أعطيتك أنا قاف س يساوي 5، أعطيني نقاط عدم الاتصال. يعني السؤال كلياته هون جت نقاط عدم الاتصال أو نقاط الانفصال. طيب هذا بسط، أنا بعتبر المقام كم؟ بعتبره واحد. بدي اعتبر المقام صفر. لا. لا هي هي واحد. هي خمسة. ليش يكون صفر؟ ركز. هي خمسة على واحد. طيب. وين غير متصل هذا؟ وين غير متصل؟ هذا ايش نوعه؟ هيك يعتبر. هذا ايش نوع الاقتران؟ كثير. كثير الحدود. اذا متصل دوما. قاعدي. شو ماله؟ متصل دوما. مدام متصل دوما معناته ما فيش نقاط انفصال او ما فيش نقاط عدم اتصال يعني. اذا هذا لا يوجد، يعني جوابي شو راح يكون؟ لا يوجد نقاط عدم اتصال. لا يوجد نقاط عدم اتصال. طيب شوف لي هذا، قاف س يساوي س ناقص 5 في س تربيع ناقص 6 س زائد 7. على فكره هذا ولا بده شيء بس شفوي بده يتجاوب هذا، بس هنظبطها هنا ناقص 6. برضو السؤال جد نقاط عدم الاتصال، هاي الاختراق. شو جوابك؟ في مقام شيء هون؟ مقام ما في. لا اذا متصل خلاص، اصلا هذا كثير حدود، ومدام كثير حدود فهو متصل. انت عارف شو يعني كثير حدود؟ يعني بتكون الاسس تبعته من اعداد طبيعيه، مثلا سينوس 3 سينوس 5 سينوس 7 زائد سين تربيع زائد، يعني بكون ان الاسس اعداد طبيعيه. هسه هذول لو فكينا الاقواس هيك ووزعنا وفكينا الاقواس عمره ما راح يطلع كسور، ما راح يطلع شيء بالمقام. اذا شو راح نكون في هالحاله؟ متصل، اذا ما في نقاط انفصال. طب خذ هاي، قاف سين تساوي سين تربيع ناقص 9 على، شوفها بدلنا نحكي شيء ثاني، سين زائد 5. مقام، في مقام صار، في مقام.
ايش اللي بيخلي المقام يصير صفر؟ مين العدد اللي بيخلي المقام يصير صفر؟ ناقص خمسة. خلص، اذا نقط عدم الاتصال عند س يساوي سالب خمسة، هاي هي نقطة عدم الاتصال. انتهى السؤال. طب غيرها، لو اعطيتك هيك السؤال، قاف س يساوي س على س تربيع ناقص 3 س ناقص 28. في مقام، بنروح بناخذ المقام بنسويه بصفر يلا، وبنحل المعادله. دائما المعادلات التربيعيه شو بنسوي فيها؟ بنعملها تحليل عن طريق الاقواس، واذا ما زبط عن طريق الاقواس على ايش بنحللها؟ نحلها على المميز، على حل المعادلات التربيعيه. هذا اللي موجود في المراجعه، اللي حاطه انا في المراجعه. يلا، السين تربيعي بتيجي من سين في سين، ال 48 28 تيجي من 4 في 7، الحد الاخير سالب معناته واحدة سالب واحدة موجب، بنحط هون سالب 7 زائد 4، وبنقدر نتاكد انه حلنا صحيح ولا لا. اذا انا حللتها بهذه الطريقه، اذا اما س زائد 4 تساوي 0، اما القوس الاول 0 او القوس الثاني 0. اذا س تساوي سالب 4 او س تساوي سالب 7. في هاي الحاله نقاط عدم الاتصال هن السالب 4 والسبعة. شوف فادي هذول، اذا التحليل عندك مشكله فيه او مش متذكره او يعني رايح عنك، احنا عشان ما تطولش القصه وصير يعني نشتت حالنا، راجع على المراجعه اللي موجوده على الموقع، في شرح تفصيلي لهذا الحكي، اللي هو كيف تحلل العبارات التربيعيه وكيف تطلع حل المعادلات. هذا الحكي صعب ولا سهل اللي بحكيه؟ لا لا، حد هسه مناسب سهل. خلص هو لحد هسه خلص الدرس، ضايل عندنا بس شغله واحده. لما اجي اقول لك انا ابحث اتصال قاف س يساوي س تربيع زائد 5 في الفتره من 1 الى 4 مثلا، س معرفه في الفتره من 1 ل 4، هم مرات يكتبوها هيك، س ينتمي الى، على العموم هاي سهل جدا البحث الاتصال. بتقول لان ما عندكوش انت التفاصيل على فكره، يعني شغله بسيطه اللي مخلينها، لان س تربيع يساوي س تربيع زائد 5 كثير حدود نظريا فهو متصل على الفترة واحد وأربعة بالضبط، من 1 ل 4. هاي نظرية. هسا في عندي عدة نظريات كمان. شوف، لو كان عندك قاف اقتران متصل، أنا حكيت لك إنه متصل وعطيتك اقترانها كمان متصل، يعني عطيتك اقترانين متصلين، بس تنتج إنه حاصل جمعهم وحاصل وباقي طرحهم متصل، يعني لو جمعتهم بكونوا متصلين، لو طرحتهم بكونوا متصلين، وضربهم متصل. لعد مين اللي بخاف منه أنا بس؟ اللي بخاف منه القسمة. اللي بخاف منه القسمة. هذا بكون متصل، قاف على ها بكون متصل شرط إنه ها ما تكون صفر، اللي هي المقام ما يكون صفر. هاي هي النظرية الأساسية اللي احنا بنشتغل عليها، إنه إذا كان اقتران متصل، اقتقاف متصل، ها متصل، فالجمع متصل والطرح متصل والضرب متصل، القسمة متصل، شرط يكون المقام لا يساوي صفر. نروح على التمارين اللي موجودات الكتاب صفحة 53. بقول لك السؤال: بين فيما إذا كان كل المقترات الآتية متصلا عند النقطة المذكورة إزاء كل منها. خلنا نأخذ السؤال الأول صفحة 53 الفرع ألف. أنا مش راح أحلهم كلهم، راح أحل واحدة منهم أو ثنتين، والباقي أنت حلهم ودي لي إياهم أشوفهم يعني إنه كويسات ولا لا، حلهم ولا لا. خلنا نأخذ ألف، الفقرة ألف. شوف هسا بك تحل معاي أنت، هسا امسك دفترك واكتب قاف سين تساوي سين تربيع، وهون 3 سين زائد 1 ها
هو مش تكتب تنسخ يعني، انا بدي اياك تحل يعني تعطيني الجواب بس. سين اقل من او يساوي، عفوا واحد هاي مش يساوي، خلي بدون يساوي. سين اقل من واحد، وهاي عندما سين اكبر من او يساوي واحد. هيك السؤال، بدنا نبحث الاتصال عند سين يساوي واحد. يلا الحل، يلا شو اكتب؟ حل قاف السين عند سين قاف السين. قاف ابدا بحذف مين؟ عند الواحد بس، ما ليش دخل قاف سين. نعم. وين اعوض؟ اذا وين اعوض؟ 3+1+3+1. جاوبني على طول قديش؟ 4. ممتاز، اعطيني النهايه. النهاية أجيب يمين وشمال صح؟ نعم. وين أعوض؟ من اليمين يعني برضو بالثانية. ممتاز، قديش الجواب؟ كمان 4، ما هي نفسها تونا عوضناها. يلا نعم. اليسار بطلع جواب 1. طيب وين المشكلة وقفت عنا هون؟ شو 4 أكتب تحتيها؟ واحد. شو أكتب تحت؟ إذن خطوة 2. لا ما في تحت الخطوه 2. ايش اكتب؟ ما في نقطه، لا يوجد يعني نقطه اتصال. لا بين لا 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 لا. نهايه ايوه نهايه لما سين تقول للواحد لقاف السين غير موجود. شوف يا فادي، انا بحاسبك عليها اذا ما كتبتهاش. غير موجود. نعم. لسه في كمان كلمه بدنا نكتبها، في اخرى شيء بدي نكتب تحت. احكي لي شو بدنا نكتب تحت؟ إذن اقتران غير متصل عند، إذن قاف عند سين غير متصل، متصل عند سين يساوي 1. بس هيك بكون شغلك صح، انتهى الحل. شوف هسه المسائل الموجودات هنا تقريبا كلهن نفس يعني نفس الستايل. خلينا ناخذ مثال بارز نفس الأفكار. سريع بهمنا ننوع بالأفكار دكتور. بالضبط، هو هاي أنا اللي بدور عليها السعيات. سين ناقص 12 على سين تربيع ناقص 3. بدنا نبحث الاتصال عند سين يساوي 0. يلا بدنا ندور على الاتصال عند سين يساوي 0. قاف الصفر. ممتاز، هاء الصفر مش قاف الصفر، هي هاء اسمه. احنا هاء عندنا اليوم هون. يلا هاء الصفر بنعوض صفر، بطلع سالب 12 على سالب 3 بطلع 4. هاي اول خطوه. نعم خلصنا منها. الخطوه الثانيه بدنا نجيب النهايه، لما سين تؤول لصفر لسين ناقص 12 على سين تربيع ناقص 3. برضو في النهايات احنا بنعمل تعويض مباشر، اذا طلع صفر على صفر بنبدا ندور على التحايل عليها، لكن هون لما تعوض تعويض مباشر بطلع لك 4. ولاحظ هذا اقتران نسبي، المقام ما بطلع صفر، لما تعوض مكان سين صفر المقام ما بصير صفر، صح ولا لا؟ نعم. إذن خطوة رقم 3، هاء الصفر يساوي النهاية لما سين تؤول صفر لقاف السين. إذن هاء متصل عند سين يساوي صفر. طب فادي هسه لو بنسأل السؤال مرة ثانية هيك خلص، هذا هيك جاوبناه كامل. طب بدنا نغير السؤال، نفس السؤال بس نعطي فكرة جديدة عليه. نفس السؤال بدي امسح هذا كلياته وخلي نفس الاقتران موجود، بس شو بدي اعمل؟ بدي اقول لك جد نقاط عدم الاتصال. يلا تعرف جاوبني عليه انت لحالك، اعطيني نقاط عدم الاتصال. عدم الاتصال بالضبط، هاي صارت فكرة جديدة على نفس السؤال. إذا احنا بدنا المقام أيوة. نسويه بصفر. يلا سويه بصفر وحل لي المعادلة واحكي لي شو الجواب يطلع معك. حاضر. هي بدها حل طبعا، سين تربيع ناقص 3 تساوي صفر. طيب بدنا نفتح عامل تحليل مربعين. بالضبط. لا بصير تحليل مربعين. وفي اسهل لك من هاي، احنا المطلوب صار ايش؟ جد نقاط عدم الاتصال.
يلا بدي ارد عليك انا هسه. هاي مش فرق بين مربعين، فانا ممكن احلها بطريقه اسهل بكثير من هيك. اذا بدك نعملها على مربعين بصير، يعني في هيك قوسين قصدي، هيك تركب نحللها هاي، نقول السين تربيع بتيجي من سين في سين، والثلاثه بتيجي من ايش في ايش؟ هذه لو قلنا جذور. ايوه، وبدك تكون واحده سالب واحده موجب. او في طريقه ثانيه نقول الثلاث للطرف الثاني، سالب ثلاث عفوا وديها للطرف الثاني، شو بتصير؟ بصير ثلاث موجب. ايوه بصير سين تربيع يساوي ثلاث، اذا سين تساوي زائد او ناقص جذر ثلاث. اذا اما سين تساوي جذر ثلاث او سين تساوي سالب جذر ثلاث. اذا هذول سين تساوي جذر ثلاث او سين تساوي سالب جذر ثلاث، هذول شو هن؟ هذول بنسميهم نقاط عدم الاتصال. عدم الاتصال. يلا كمان فكره، لو جيت اعطيتك قاف سين تساوي، هن هذول كل افكار الدرس ترى، يعني هاي الفكره اللي بدي احكي لك اياها سعيات، ضايل كمان فكره بس لي ان ارد اجيب لك من الرسم، اجيب لك رسمه مرسومه وتحكي لي انه متصل ولا غير متصل عندها. اوكي، جت قيمه الف التي تجعل قاف متصلا، هاي بتيجي في الامتحانات دائما. يلا ايش نعمل؟ نجيب قاف يلا سالب اثنين، خليك على نفس الخطوات، ترى دائما بنشتغل نفس الخطوات. قاف سالب اثنين وين اعوض، فوق ولا تحت؟ قاف سالب اثنين يعني يساوي فوق. يلا قديش بيطلع الجواب؟ أربعة زائد سبعة 11. ممتاز، هاي أول خطوة خلصناها. خطوة رقم اثنين، نجيب النهاية من اليمين والنهاية من اليسار، ليش؟ لأنه في أكبر وأصغر. يلا النهاية لما سين تقول لسالب اثنين من اليمين، فيها نعم، لأنه فيها أكبر وأصغر، المسألة تطلع فيها واحدة أكبر واحدة أصغر. فلازم واحدة من اليمين واحدة من الشمال. لو كانت واحدة لا يساوي واحدة يساوي، اللا يساوي هي تحت النهايات، اللي فيها لا يساوي هي تحت النهايات. يلا من اليمين أني أعوض، فوق ولا تحت؟ من اليمين يعني أكبر تحت. يلا قديش بطلع الجواب؟ ألف سين زائد يساوي سالب اثنين. بدنا مش يساوي سالب اثنين، إذا بتحط مكان سين سالب اثنين، معوض تعويض مباشر، مكان سين سالب اثنين شو بتصير؟ سالب اثنين. إذا ألف سالب اثنين زائد واحد زائد واحد، خلص هاي خلصت، مش هقدر أسوي فيها شيء. طب النهاية من اليسار راح أعوض سين تربيع زائد سبعة اللي هسه حسبناها وطلعت 11. طب حتى يطلع الاقتران المتصل إيش لازم يصير في النهايات؟ لازم يكونوا متساويات، يعني لازم هاي تساوي هاي. كل المسائل اللي فيهن مجهول زي هيك بتلاقيهم بصير المعادلتين بيساوين في بعض. يلا سوين في بعض. نعم. سالب 2 ألف زائد 1 يساوي 11. يلا ناقص 1 هون ناقص 1 هون، صارت سالب 2 ألف يساوي 10 يساوي 10، قسم على سالب 2 قسم على سالب 2 ألف سالب 5 سالب 5. انتهى الحل. صعب الحكي ولا سهل؟ يعني أتوقع هاي كل الأفكار الموجودة ما عدا الرسم. الآن خلينا نروح على أسئلة المراجعة. أسئلة المراجعة بتفيدنا بشغلتين، إنها بتحل على النهايات وبنفس الوقت بتحل على مين؟ بتحل على الاتصال. شوف يا سيدي، عندي اقتران أو هيك شكله معطيني رسمة جاهزة، هاي هيك بتيجي ممكن تيجي في الامتحان، شكل مرسوم زي هيك. أوكي، وعطيتك هون دويرة، وعطيتك هون دويرة، وعطيتك هون نقطة،
مسكرة وقلت لك هاي اثنين النقطة هاي اثنين وقبال هاي أعطيتك واحد قبال هاي أعطيتك اثنين الدويرة المسكرة وقبال هاي أعطيتك ثلاث هاي الرسمة قدامك الآن شو ممكن أسألك عنها هاي بسألك أشياء كثير عنها ممكن يسأل سؤال واحد ممكن يسأل أكثر من سؤال أول سؤال بسألك إياه بتقدر تقول لي قاف الاثنين قديش من الشكل بس اثنين ممتاز كيف عرفته لانه نقطه الاتصال هي عند لا لا خلينا نتصل احنا ما نحكي اتصال هون نحكي النقطه المغلقه اللي قبال الاثنين هي اثنين لا. خلصت انتهى السؤال بتقدر تقول لي قديش النهايه لما سين تقول اثنين من اليمين لقاف سين من اليمين ده تكون ثلاث لا ده تكون واحد من اليمين اكبر احنا حكينا تيجي هيك على اليمين طلع لدى على فادي تيجي على اليمين من هون بتسقط عمود هاي سقط عمود وصير قرب على اثنين تعال قرب على اثنين ظلك قرب ملاحظ كيف ايدي بتقرب نعم. وين رايح انا على اني دويره اللي نعم اللي مقابل الواحد ممتاز اذا الواحد يلا هسا جيب لي النهايه لما سين تقول اثنين من اليسار لقاف سين من اليسار يعني تيجي من هون هاي بدنا نغير اللون عشان تبين انه الفرق ايش هو هاي بدي اجي من اليسار هاي جيت من اليسار سقط عمود العمود بصدم بهذا الخط بعدين برد بقرب وين بقرب انا وين بروح بروح لاثنين انا هيك متجه بروح لاثنين بظلني اتحرك لحد ما اوصل وين انا عند الدويره المفتوحه اللي هون هاي قبال مين قبال الثلاث اذا الجواب ثلاث هل الاختراق متصل لا ليش لانه النهايه من اليمين ليس من اليسار اذا النهايه غير موجوده هاي هو السبب النهاية غير موجودة صعب هيك السؤال لو يجيك شيء مثل هيك لا سهل إن شاء الله إن شاء الله صحيح مش كثير صعب طيب خلينا نشوف مثال ثاني برضو رسم نفترض أعطيتك محاور إحداثية زي هيك أوكي وأعطيتك خط هنا وأعطيتك منحنى هون أوكي وجيت أعطيتك دويرة مغلقة هون طلع وين حطيت الدويرة المغلقة وهاي على سواها حطيتك دويرة مفتوحة وهذول جايات مثلا عندي الثلاث وطلبت منك قلت لك في لازم أعطيك هاي أعطيك هاي اثنين وأعطيك هاي خمسة يعني الدويرة المغلقة هاي قبال خمسة والدوار المفتوحة قبال اثنين يلا جاوبني عادة هالسيارة قاف الثلاث قديش قاف الثلاث خمسة خمسة عند الدوار المغلقة ممتاز اعطيني نعم. النهاية لما سين تقول للثلاث من اليمين لقاف السين بدك تيجي من اليمين برضو خمسة برافو استوعبتها معناتها هاي النهاية لما سين تقول للثلاث من اليسار لقاف السين من اليسار نمشي على اليسار بدك تيجي هيك ما في وشو هيها شوف لد لد فادي ها هيا اليسار انا قاعد بمشي اليسار وين بروح؟ بروح على الثلاث بس غير الثلاث نفسه لا بتيجي وين؟ قبال الدويرة الدويرة هاي جاي قبال مين؟ جاي قبال الاثنين اثنين انت بتطلع على الصادات ما بتطلع على السينات انت بتقرب على السينات بس عينك وين على الصادات عينك على الصادات والنهايه صادات هل النهايتين زي بعض لا طبعا اذا لا خمسه لا يساوي اذا النهايه غير موجوده غير متصل او غير موجوده كويس الان يعني هو درس اللي هو الاتصال كدرس الان انتهى كفك افكار ما ظل في افكار الآن خلينا نأخذ مثلاً أسئلة هيك عامة أعطيني ما قيمة كل من النهايات التالية
شوف درس الاتصال درس تافه. اذا كان انت بتعرف تحسب نهايات الدرس بسيط. يلا كيف نحسب هاي؟ 3 سين تربيع زائد 5 سين ناقص 4. يلا قديش بطلع نهايتها هاي؟ تعويض. عوض. وانا شفت يعني 3 زائد ناقص 5 بالضبط. 3 ناقص 5 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 4 قديش؟ ناقص سالب 9 وزائد 3 سالب 6. جواب النهائي سالب 6. نعم. يعني لازم تسويها بشكل كامل. على العموم انت طبعا نهايه المال النهائي مش مطلوبه منكم، يعني ما تدرسها. اي شيء في نهايه مال النهائي لا تدرسه. طيب شوف هذا السؤال. قاف س يساوي 1 ناقص 2 س. انا بدي اخلي اسئله المراجعه واسئله الاختبار الذاتي ايش مالهم، انت تدبر حالك فيهم حلهم ووريني. انا بدي احل معاك بس شوي من المراجعه كم من سؤال بس. اعطيني نقاط عدم الاتصال. س تربيع زائد 9 يساوي 0. يلا س تربيع زائد 9 تساوي 0. كمل. يساوي 0. بدنا ودي 9 لهناك. ودي 9 لهناك. اه والله احسن. يلا اسهل لك. شو حل المعادلة؟ يساوي ايوه س يساوي زائد او ناقص 9. لا وليس انا خربط. تعرف شو معناها فادي؟ هاي معناها تعطيني عدد لما بربعه بطلع الجواب سالب 9. اعطيني عدد لما بربعه بيطلع جواب سالب 9. في عندك عدد لما تربعه بيطلع جوابه سالب؟ لا والله ما في. اذا ما في، اذا لا يوجد حل. يعني هاي المعادله ما بتنحل، دائما المعادله التربيعيه بيطلع جوابها سالب. لا يوجد حل. طب ايش نجاوب؟ لسه ما جاوبناش على السؤال اللي بدنا اياه. احنا قلت لك جيب لي نقاط عدم الاتصال. لما طلع معي كلمه لا يوجد حل، شو فهمت انا؟ لا يوجد حل. اذا ما في قاعده، ما في، اذا لا يوجد نقاط عدم اتصال. شو بستفهم من هالكلام؟ اذا قاف السين متصل على حاء، هيك معناته. بيجي اسئلة زي في خدعة زي هيك تركز. هيو هذا من الكتاب، انا قاعد بقول لك من الكتاب. هاي اسئلة الكتاب. شوف اللي دعلي حل اسئلة الكتاب اهم من اي اسئلة خارجية، وبعدين حل اسئلة التوجيهي. نعم. هذولا اهم نقطتين تركز عليهم، لانه كل اسئلتهم تيجي من وين؟ يا من الكتاب يا من اسئلة التوجيهي السابقة. لا تركز على دوسيات قبل ما تركز على الكتاب. اول الكتاب اتقنوا، كل الافكار اللي بتيجي في امتحان التوجيه بتيجي من الكتاب. نعم. بعدين بس تحس حالك انت اتقنت الكتاب وحليت لك كم من نموذج امتحان توجيهي بشكل كويس وشفت حالك لسه بدك تتدرب، روح لك على دوسيه. يلا اعطيني نقاط عدم الاتصال. عدم الاتصال بالضبط. انا مين اللي بخاف منها هون صراحه؟ انا بدي المقام، بهمني المقام. انا ما فيش مقام هون. هذا لو كان نسبي كويس، لو كان نسبي بطلع على المقام، بس هذا مشعب. ليش بدي اطلع مشعب؟ بطلع نقطه التشعيب. ها لما يكون مشعب زي هيك اقسام، عيني على نقطه التشعيب. مين هي نقطه التشعيب اللي عندي هون؟ مين نقطة التشعيب اللي عندي هون؟ كلها أربعة. أظهر يعني عيني على الأربعة. يعني أنا كأني ببحث الاتصال على الأربعة. ثواني بالله فادي بس. ألو أهلين معكم السلام. أهلين مرحبا. موجود؟ نعم. لا أنا بالغرفة تحت بس بدي نص ساعة. ماشي اهلا وسهلا بك. اهلا اهلا. يلا هسه هالاربعه قديش بتطلع؟ بتطلع 6.
طيب اعطيني النهايه لما سين تؤول الاربعه من اليمين، يعني لسين زائد اثنين تطلع ستة. اعطيني النهايه. طلع شفت هذيك كيف حكينا فادي؟ هذيك حكينا لما يكون نسبي طور دور على اصفار المقام. طب لما يكون مشعب بطلع دور نقطه التشعيب. 16 زائد 1 17. النهايه موجوده طبعا. النهايه موجوده غير موجود. النهايه غير موجوده. اذا الاقتران غير متصل عند الاربعه. خلص استاذ السؤال. شوف هذا المثال هذا قوي شوي. اعطيتك هيك واحد على سين زائد سين زائد واحد على سين زائد ثلاث. اعطيني نقاط عدم الاتصال. يلا كانك شاطر بتطلع. يلا ايش نقاط عدم الاتصال؟ هون في مقام يعني بدنا نسويهم بصفر. يلا يعني. يا اما لازم سين يكونوا بصفر تساوي صفر او يا اما سين زائد ثلاثة يساوي صفر. شايف؟ من سين تساوي سالب ثلاثة. طيب حل معادلة نقول عليه صار. نعم. بسيط؟ مش يرجك يعني انه حطوا على قسمين. ما يعني ما يرجك انه حطوا على قسمين. نعم. مش قضية. عادي باخذ كل واحد لحاله. باخذ كل واحد لحاله. كأنه مسألة جديدة. إذا المشعب بهتم في نقطة التشعيب والنسبي بهتم في المقام. هاي الفكرة الرئيسية تاعت الموضوع. آخر سؤال. قاف سين يساوي سين تربيع زائد خمسة لما سين أقل من ثلاث ولام لما سين أكبر من أو يساوي ثلاث. بدي إياك تطلع لي قيمة لام اللي بتجعل الاقتران متصل. قيمة لام التي تجعل الاقتران متصل. بالضبط. يلا رد عيد نفس الخطوات. قاف الثلاث ايش بتساوي؟ ايش معنى الثلاث يعني؟ ايش معنى انا بختار الثلاث؟ مرة ثانية هو المقوى المتشعب. بس انتهى. يلا قاف الثلاث وين اعوض؟ فوق ولا تحت؟ قاف الثلاث تحت يساوي ثلاث. طيب. اذا يساوي لام. لا هاي كنا نزاع. لا ما في السين. ولام ثابت يعني يساوي الثابت. خلص هاي اول خطوه خلصت. يلا الخطوه الثانيه اعطيني النهايه لما سين تؤول للثلاثي من اليمين برضو للام تساوي لام يعني راح يظلها ثابت لانه لام ثابت. اعطيني النهايه من اليسار. 9 زائد 5 14. 14. اللام لازم تكون قديش حتى تصير النهايه موجوده؟ لازم تكون 14. خلص اذا لام تساوي 14. انتهى السؤال. لو لام كانت 14 شو بيطلع الاقتران؟ متصل. انتهى. هاي تقريبا كل فكره الاتصال. الان انت مطلوب منك تحل اسئله الاختبار الذاتي يعني كتدريب كامل على الموضوع عشان تتدرب عليه بشكل كامل. المرة القادمة بندخل على مين؟ على التفاضل، متوسط التغير والاشتقاق، تعريف الاشتقاق المشتقة الأولى. هذول بدك تكون مراجع النهايات كويس ترى، لأن هذول مبنيات على النهايات. هذول مبنيات على النهايات. الفيديو بتقدر تنزله دكتور اليوم هذا اللي إن شاء الله اللي أخذناه هذا؟ بإذن الله بإذن الله. انا هسه بس اخلص مباشره باخذ وقت هو بس عبين ما يعمل فيه بسموه ريندرينج بس يخلص الريندرينج